كريستيانو رونالدو في المركز ال51 عالميا طبعا، يعني لو جيت يعني تسأل اي حد، اي حد ممكن هل كريستيانو رونالدو في اي تصنيف ايا كان يوصل لهذا التصنيف ورقم 51 على العالم بالنسبه للاعيب كره القدم؟ دايما كنا بنشوف كريستيانو رونالدو وميسي، كريم بنزيما، ليفا، صلاح، يعني طبعا بنتكلم على مبابي، يعني كانت الدايره فيها خمس ست لاعبين. شايف هل المشاكل اللي عملها كريستيانو رونالدو في المان يونايتد كان ليها اثر كبير جدا على تقرير الجارديان؟ هل انتقاله للدوري السعودي عن طريق نادي النصر السعودي كان ليه تراجع كبير جدا في اسهم كريستيانو رونالدو؟ طبعا، ودي المفاجات اللي احنا بنشوفها، قوه الفرق وقوه التنافسيه ما بين الفرق التوب دايما يا كابتن هاني على صعيد الدوريات الخمس الكبرى بيساعد بالتتبعيه او بالتالي لاعيبتها ان هي تكون دايما في التوب رانكينج او في الترتيب العالمي. في زي ما احنا شفنا ابتعاد كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد والمشاكل اللي حصلت في الفتره الاخيره، اخفاق المنتخب البرتغالي ايضا في كاس العالم، انتقاله للدوري السعودي اكيد يعني هيتعكس بشكل سلبي على ترتيب او الترتيب العالمي لكريستيانو رونالدو في والتنافسيه ما بينه وبين التوب ليفل.